بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات سنة السادسة ابتدائي، نستكمل مع التناسبية. ياك كنا قد توقفنا عند التمرين الرابع، أكمل ما الأجداول أعداد متناسبة. على الحال كنا تكلمنا على التناسبية وقلنا بأن تتعني واحد العدد تتناسب مع واحد العدد آخر. فمثلا إذا كان واحد الكيلو ديال الطماطم الثمن ديالو هو درهمان، فأشنا هو الثمن اللي تناسب جوج ديال الكيلوغرام؟ فما هو الثمن الذي يناسب كيلوغرامين؟ إذا شنو غيكون؟ إذا كان كيلوغرام واحد يناسبه درهمان، فكم من درهم تناسب كيلوغرامان؟ كم من درهم؟ نديرو كيلوغرام كيلوغرام بدرهمان، كيلوغرامان بأربع دراهم. أربع دراهم، إذن أربع دراهم هي المناسبة للرقم اثنان من حيث الكتلة. إذن الرقم أربعة من حيث الدراهم هو المناسب للرقم اثنان من حيث الكتلة. إذن طبعا حين تنتكلموا على التناسبية تنتكلموا على هذا التناسب اللي كاين بين الأعداد، فهمتوا ولا؟ فمثلا خدينا هذا الجداول اللي عندنا هنا، ناخذ مثلا اثنان، اثنان تناسب واحد، فكم تناسب ستة؟ فما هو العدد المناسب لستة؟ فإذا كان العدد اثنان هو المناسب لواحد، فما هو العدد المناسب لستة؟ مثلا كيلوغرام بدرهمان 12. إذا 12، إذا طبعا الحال هنا نقسم على اثنان، وفي الحالة المعاكسة نضرب في اثنان. إذا طبعا الحال واحد في اثنان اثنان، ستة في اثنان 12. هنا ننزل طبعا الحال بحال اللي عندنا هنا، هنا غننزلو اثنان. ملي نزلنا لهاد الخانة اللي تحت شنو عملنا؟ اثنان قسمة واحد، اثنان مقسوم على واحد غيبقى اثنان، قسمو على شحال؟ على ستة. اثنان مقسوم على ستة تعطينا واحد. ها؟ جوج ديال واحد. لا هانتي هادي قلت لك شحال هادي؟ ملي نديرو القسمة تفكر مثلا غنقسمو جوج ليمونات على عدد ديال التلامذ، شحال هاد العدد ديال التلامذ اللي غنقسمو عليهم جوج ليمونات باش تجينا ليمونة لواحد؟ إذا هو اثنان. إذا اثنان قسمنا على اثنان، اثنان ليمونة قسمنا على اثنان ديال التلامذ جاتهم وحدة لواحد، هذا هو المقصود بهاد واحد هنا. إذا القسمة، إذا القسمة تقريبا تتعني هذا الأمر، فهمت ولا؟ أننا تنقسم واحد العدد على واحد العدد آخر، فهمت ولا؟ إذا عندنا واحد العدد معين ديال الأشياء غنقسمو على واحد العدد آخر سواء أشياء أو أشخاص، ياك؟ إذا تنشوفو شحال غيجيهم. أحيانا تنعرفو شحال غيجيهم بحال اللي عندنا هنا، وخاصنا نعرفو أشنا هو العدد ديال الأشخاص مثلا أو الأشياء اللي غنقسمو عليهم هاد الأشياء معينة، فهمت ولا؟ اللي غنقسمو عليهم هاد الأشياء. إذا مثلا اثنان مقسوم على واحد العدد جاتهم وحدة لواحد، فهمتي؟ جاتهم وحدة لواحد. إذا شحال هو هاد العدد اللي قسمنا عليه اثنان؟ اثنان هو اثنان. إذا هما العكس كما قلنا. إذا 34 غنمشيو لهاد الخانة 34. إذا طبعا الحال مادام أن هاد الأعداد كلها تتنتمي لنفس الجدول، إذا فين ما نبغيو ننزلو تنقسمو على اثنان، فين ما نبغيو نطلعو تنضربو في تنضربو في اثنان. إذا عندنا اثنان قاسم اثنان عطاتنا واحد، ستة مضروبة في اثنان غتعطي 12. نقيدو هنا 12. هنا شنو غنعملو؟ عندنا 34، هنا عندنا في الخانة الثالثة عندنا 34، شنو غنعملو؟ 34؟ شوف هانتي الخانة الفوقانية بحال اثنان هي اللي عامرة، نزلنا لواحد شنو عملنا؟ في الخانة الأولى عاطينا الخانتين بجوج مملوئين، فقط خاصنا نكتشفوا أشنو عملنا باش هبطنا هنا، وخاصنا نكتشفوا أش عملنا باش طلعنا هنا. إذا هاد الخانة هي اللي غتساعدنا باش نخرجوا هاد الخانات الأخرى، فهمت ولا؟ إذا اثنين شنو عملنا ليها باش هبطنا لواحد، باش عطاتنا واحد، شنو عملنا ليها؟ ضربناها. فاش ضربناها؟ في ستة. اثنين في ستة شحال؟ جوج ديال ستة واحد شحال؟ 12. واش عندنا هنا 12؟ عندنا واحد. إيوا شنو عملنا؟
شنو من هاد اثنين؟ اثنين قسمناه. علاش قسمناه؟ راه باينه قسمناه. مادام هي صغار راح نقسمناها ياك ولا لا؟ ولا نقصنا منها شي حاجه؟ طيب هاد الحاجة في الجدول حنا عندنا القسمه التناسبيه، تنهضروا على القسمه او الضرب، فهمت ولا؟ ما نهضروش على زائد او ناقص. اذا ممكن اننا نقول في اثنين نقصنا منها واحد عطتنا واحد، ولكن في التناسبيه ما تنخدموش الجمع، فهمت ولا؟ اذا تنخدموا الضرب او القسمه. اذا شنو عملنا الاثنين باش هبطنا لهاد الخانه؟ اثنان قسمه اثنان. اذا اثنان مقسوم على اثنان. اذا هاد 34 تاهي غنديروا نفس العمليه مادام انها تنتمي لنفس الجدول. وباش تكون هاد الاعداد متناسبه اذا هاد 34 تاهي غنعملوا لها نفس العمل. شنو غنعملوا لها؟ شنو غنعملوا لها؟ 34 بغينا نكبروها. وتي شوف هنا جوج. اثنان شنو عملنا ليه باش هبطنا لتحت؟ صغرناه. اذا ديما دوك الاعداد اللي الفوق باش ننزلوا لتحت تنصغروهم. حتى هذه شنو غنعملوا ليها؟ غنصغروها. هي غنصغروها راه باينه. راه هاد الشيء تقيسي على هاد الاعداد الاول اللي تيعطيوك. سته شنو غنعملوا ليها؟ غنضربوها. اذا غنكبروها. بحال اللي درنا هنا، واحد كبرنا باش عطانا اثنان. اذا باش ننزلوا غنصغروا، نطلعوا غنكبروا، فهمت ولا؟ اذا طبيعة الحال في عملية التكبير تنضربوا في اثنان، في عملية التصغير تنقسموا على اثنان. نفس الشيء هنا. الخانات اللي في الاسفل ديما تنكبروها باش نطلعوا لفوق، والخانات اللي في الاعلى ديما تنصغروها باش نهبطوا لتحت، ياك ولا لا؟ إذا هذا هو المفهوم من هذا الجدول. إذا دابا غنبداو نطبقوا من الأول، ستة، شنو عملنا ليها؟ شنو خصنا نعملوا ليها؟ قياسا على الخانتين اللي في الأول. شنو غنعملوا ستة؟ غنضربوا. نكبروها ولا نصغروها؟ نكبروها. نكبروها، علاش؟ لحقاش واحد حتى هو بحال كاين في الأسفل، كبرنا باش طلعنا الإثنان. إذا حتى هذا غنكبروها. نعاودوا، باش كبرنا واحد؟ اثنان. ضربنا في اثنان، إذا حتى شنو غنعملوها؟ غنضربوها في اثنان. شنو غتعطينا هنا؟ عطينا 12. صافي، نجيو للخانة الأخيرة. 34 شنو خصنا نعملوا ليها؟ قياسا على الخانتين الأوليتين، شنو غنعملوا ليها؟ غنصغروها. غنصغروها، شنو غنعملوا ليها باش نصغروها؟ غنقسموها. غنقسموها على شحال؟ على 34. اثنين علاش قسمناها؟ على 34؟ لا على ها؟ لا اثنين. وراه اثنين خاصك ديري بحال هكا، هنا غديري واحد السهم وديري واحد الدائرة هنا وغديري قسمة اثنان وديري سهم هنا. غدير قسمة على اثنان وديري سهم لهنا. ما معنى هذا؟ إلا بغينا نمروا من هنا لهنا غنقسموا على اثنان. وكيفاش أنت دابا باغي ديري 34 استثناء بعد ولا شنو؟ ها؟ هاد الأعداد اللي هنا تنقسموا على اثنان باش نهبطوا لتحت، و34 بغيت ديريها بوحدها تقسمي على 34، بغيت تخرجها من المجموعة شنو؟ غنقسموا على اثنان. أنت راه غتقسم على اثنان، راه في نفس الجدول هذا. راه حنا تنهضروا على واحد الجدول متناسب. عندنا الأعداد ديالو متناسبة، ما معنى هذا؟ الأعداد اللي الفوق متناسبة مع التحتانية. ما معنى متناسبة؟ يعني أننا تنقسموها أو نضربها في اثنان. هذا هو المقصود بالمتناسبة. بمعنى آخر، إذا خذينا كيلو جرام تساوي جوج دراهم، ستة الكيلوغرامات تساوي 12 درهم. غنشوفوا العدد اللي عندنا هنا، شنو غيعطينا؟ ناخذ 34، شنو غنعملوا ليها؟ نقسموها. علاش نقسموها؟ على اثنان. شنو غتعطينا؟ شنو غتعطينا إلا قسمنا على اثنان؟ عطينا غتعطينا 17. 7 و 7 14 10 و 10 20 هي 34 ياك؟ إذا 34 قاسم 2 غتعطينا 17. إذا بنفس المعيار إلا خدينا كيلو بدرهمين 6 الكيلو غتكون ب 12 درهم و 17 كيلو غتكون ب 34 درهم، فهمت ولا؟ إذا هاد الأعداد الفوقانية متناسبة مع الأعداد اللي في الأسفل، فهمت ولا؟ بمعنى آخر الدراهم متناسبين مع الكيلو. حنا بطبيعة الحال خدينا الحالة ديال ان الفوق ثمن ديال واحد الكيلوغرامات وفي الاسفل عدد الكيلوغرامات. ممكن هاد الارقام يمثلوا لنا حاجه اخرى. مثلا عندنا واحد العلبه فيها جوج ديال الحلوات، ستة العلبات شحال من الحلوى؟ غتكون فيها 12. و17 العلبه شحال غتكون فيها من الحلوى؟ 34. نفس الشيء، غير حنا خدينا واحد المثال معين باش يسهل علينا الفهم، فهمت ولا؟ اما الاعداد اللي تهمنا انها تكون متناسبه، ممكن اننا نحملوها اي معنى بغينا، فهمت ولا؟ ممكن اننا نحملوا فوقانيين 8 دراهم وتحتانيين 8 ديال الكيلوغرامات، ممكن اننا نحملوا تحتانيين انه عدد العلب والفوقانيين عدد الحلويات اللي في كل علبه، فهمت ولا؟ نجي مثلا الجدول الثاني في التناسبيه، يا اما ما يعطيوكش هاد الخانتين بجوج وتيعطيوك واحد الدائره هنا تيقول لك الا نزلتي علاش غتقسم او فاش غتضرب، ولا بغيتي تطلع علاش غتقسم او فاش غتضرب، فهمت ولا؟
أو تيعطوك خانتين مملوءتين، وبالتالي عليك أن تستنتج الرقم اللي كاين هنا. بحال دابا هنا عطاونا هاد العددين، فهمت ولا؟ وحدة فوق الأخرى، يعني عامرة، ماشي بحال هادو عطاوك، ماشي بحال هادو عطاوك وحدة وحدة عامرة وحدة خاوية، فهمت ولا؟ عطاوك هاد الخانتين بجوج عامرين. علاش عطاوك هاد الخانتين مملوءتين؟ علاش؟ باش منهم غتستنتج واحد العدد اللي عليه تتقسم الخانات اللي الفوق او فيه تضرب الخانه اللي الفوق. والعكس صحيح، عندنا 65 13، غنشوفوا شنو هي العلاقه اللي بين 65 و 13. اذا باش نلقاو هذه العلاقه شنو غنعملوا؟ غنديروا ها شنو غنديروا؟ غنشوفوا شحال كبرنا باش ولات 65. اذا غنشوفوا 13 غنشوفوا 13 شحال كبرنا باش ولات عندنا 65، او نشوفوا 65 شحال صغرنا باش ولات 13. ولا بغينا نشوفوا 13 شحال كبرنا باش عطاتنا 65، او 65 شحال صغرنا باش عطاتنا 13، شنو غنعملوا؟ غنديروا 13 في 65. لا، تنشدوا الكبيره ونقسموا على الصغيره. بحال دابا هنا باش لقينا هاد الاثنين اللي عليها قسمنا 34 واللي فيها ضربنا 6 باش لقينا 12، باش لقينا هاد الاثنين اللي هنا درنا اثنين مقسوم على واحد. اذا اثنين مقسوم على واحد تتعطينا اثنين، وبالتالي اثنين مقسوم على اثنين تعطي واحد، وواحد مضروب في اثنين تعطي اثنين. اذا 65 مع 13 شنو غنعملوا ليها؟ 65 مع 13 غنديروا ها 65 هي 65 قسمنا 13 قسمنا 13 شحال تعطينا؟ اذا غتعطينا 5. إذا بطبيعة الحال باش نزلنا ل 13 من 65 شنو عملنا؟ شدينا 65 ها؟ شدينا 65 وقسمنا على 5، قسمنا على 5 وعطاتنا 13، عطاتنا 13. وبالتالي ملي لقينا حنا هاد 5 اللي هنا غنطبقوا على جميع الخانات. فيما نبغيو ننزلوا لتحت لحقاش هنا 65 كاين الفوق. إذا بطبيعة الحال باش نزلنا على 13 قسمنا على 5. نفس الشيء بالنسبة للخانات الفوق، نفس الشيء بالنسبه لبقيه الخانات. الا بغينا ننزلوا من 45 للخانه اللي تحت خاصنا نقسمها على 5، ولا بغينا نطلعوا من 15 للفوق شنو خاصنا نعملوا؟ ولا بغينا نطلعوا من 15 للفوق شنو غنعملوا؟ غنضربوا. فاش غنضربوا؟ 5 في 5. راه عندنا العدد المشترك ديال الاعداد كله هو 5، راه حنا لقيناه دابا، راه حنا لقينا العدد، فهمت ولا؟ راه حنا لقينا، خاصنا نسجلوا هنا. عندك 45 نقطة، وعندك هنا 15، وعندك هنا 65، ولتحت شنو؟ هنا 13. إذا شنو غنديرو؟ نديرو بحال هكا قاسم 5، ونديرو السموك، ونديرو لا بغينا نطلع الفوق مضروبة في 5، فهمتي ولا؟ إذا لا بغينا نطلعو تنضربو في 5، بغينا ننزلو تنقسمو على 5. 65 قاسم 5 عطات 13. هنا دابا عندنا في الخانة الموالية عندنا 15، وعندنا في الأسفل. إذا باش نلقاو الفوقانية غنطلعو، ما غنمشوش مع هادي، هادي راه نازلة، غنطلعو، غنمشيو مع الجاية طالعة، فهمت ولا؟ إذا غنديرو 15 شنو غنديرو لها؟ في 5. في 5، إذا 15 في 5 شحال؟ 5 في 5 25، 5 في 1 5، 7 شحال؟ 75. إذا غنسجلو هنا 75، شنو باقي لينا؟ 45. واش غنزلو ولا غنطلعو؟ غنزلو. من غنزلو شنو غناخدو؟ واش قاسم 5 ولا نضربو في 5؟ قاسم 5. غنقسمو على 5. لا ناخذوها الجهه اللي لتحت، ناخذوها الطريق اخرى، الحمد لله. اذا 45 قاسم 5 شحال؟ 45 قاسم 5 ايه 4 مقسومه على 5 ما غاديش، 45 مقسومه على 5 هي 9 في 5 45. اذا غنسجلوا هنا 9. نجيو الخانه المواليه الثالثه شنو غنعملوا ليها؟ غنديروا 52 ايه في 13 ها؟ غنديروا 13 قسمتين. لا الكبيرة نقسمو على الصغيرة، هذا اللي تيهمنا، والشي اللي باقي راه حنا غنستنتجو، فهمت ولا؟ ومن خلال الملاحظة ديال الجدول غنستنتجو واش حنا ملي طلعنا صغرنا ولا كبرنا، أو ملي نزلنا وصغرنا ولا كبرنا، فهمت ولا؟ إذا أول حاجة شنو غنعملو؟ غناخدو العدد شنو؟ الكبير الكبير قسم الصغير. صافي، شنو غنعملو دابا هنا في الجدول الموالي شنو غنعملو؟ بلي 13 هو الصغير. إذا شنو غنعملو؟ ها 13 هو الصغير والكبير هو 52، شنو غنعملو دابا؟ نديرو 52 قسمة 3. إيوا شنو؟ إذا 52 مقسومة على 13، شحال غتعطينا؟ غتعطينا 4. إذا غتعطينا 4. إذا شنو غنعملو ليها؟ دابا
حنا دابا عرفنا بان الاعداد التي يجمع بين العددين هو 4. دابا بقى لنا فقط نعرفوا واش حنا غنطلعوا، غنصغروا ولا غنكبروا. اش ما غنعملوا 52 شنو عندنا عاوتاني؟ 12. وشنو عندنا عاوتاني؟ 19. اذا طبعا الحال اذا عندنا هنا 13. اذا دابا ها خمسه كاينه، فين غيكون السهم؟ السهم فين غيكون؟ الفوق ولا التحت؟ غيكون الفوق. غيكون الفوق ويكون ممكن يكون التحت. اذا باش يكون الفوق ماشي خمسه، ها خاصها تكون 4. 4 اذا غتكون عندنا 4 هنا. اذا شنو غنعملوا؟ اذا طلعنا شنو غنعملوا؟ نقسموا نقسموا غنضربوا غنضربوا. شوفي 52 13 غنقسموا غنقسموا. اول حاجه تتقسم الكبيره على الصغيره باش تلقى هاد المعامل. ثانيا شنو غتعمل؟ غتلاحظ واش ملي طلعتي كبرتي ولا صغرتي؟ عندنا 52 في الاسفل وعندنا 13 في الاعلى. اذا ملي طلعنا الخانه اللي الفوق وصغرنا ولا كبرنا؟ صغرنا. صغرنا. اذا بطبيعه الحال غنقسموا. واش غنقسموا ولا غنضربوا؟ غنقسموا. ها؟ غنقسموا. اذا 52 قاسم 4 تعطينا 13. دابا نجيو ل 12، نجيو دابا ل 12 واش كاينه في الخانه اللي في الاسفل ولا في الاعلى؟ 12 فين كاينه؟ كاين 12 كاينه في الخانه اسفل. كاينه في الاسفل، شنو غنعملوا ليها؟ نديرو 12 ها؟ قسمه. قسمة حيت بحال بحال 52، تا 12 اللي كاينه بحال 52 تا هي غنقسموها. إذا 12 مقسومة على 4 شحال؟ 12 مقسومة على 4 إيه هي 3. 3 في 4 غتعطينا 12. باش تتأكدي عاودي ملي تنزلي ضربي. هنا ملي غنزلو شنو غنديرو؟ غنديرو في غتولي عندنا في 4 فهمتي؟ في 4. إذا ملي نطلعو نقسمو على 4 أو ملي نزلو نضربو في 4. إذا عندنا الفوق في الخانة الأخيرة عندنا 19. واش غنضربو؟ ولا غنقسمو؟ عندنا 19 غنضرب حيت بحال بحال 3. 3 باش ننزلو لتحت غنضربها في 4. إذا 19 هي غنضربها في 4. إذا 19 مضروبة في 4، 4 في 9 شحال؟ 9 18، 18 18 36. 4 في 1 4 و 3 7. 7 شحال؟ 76. إذا العدد اللي عندنا في الآخر هو 76. نجيو لهاد الخانة الأخيرة، أشنو ممكن تستنتجي منها؟ يلا الأخير. اه عندك 64 وعندك 6 وعندك 8 و 2. بعدا عطاوك 8 و 2 علاش؟ باش تستنتج منها شنو؟ هاد المعامل. إذا شنو؟ تيبقى لك فقط تستنتج اشنو غتحط في الدائرة اللي في الجنب، واش القسمة أو الضرب. إذا عندك 2 في الأسفل وعندك 8 في الأعلى، راه باين. اه راه باينة. شنو العلاقة اللي بيناتهم؟ هي 8. اش درنا الاثنين باش ولات عندنا 8؟ اشنو درنا ليها؟ كبرناها. بشحال كبرناها؟ ب تعال نديرو 8 قسمة 2. 8 مقسومة على 2 غتعطي 4. حنا ما عندناش 4 تما، عندنا 2. باش تلقاي العدد المعامل. عندك الصح، شنو غنعملو؟ حنا قسمنا 8 على 2 عطاتنا شحال؟ 4. غتعطينا 4، فين غنديروها؟ شنو غنديرو بهاد 4؟ غنوضعوها هنا. إذا غنديرو 4، احنا حطينا 4، دابا غنستنتجو واش قسمنا ولا ضربنا؟ قسمنا. غنقسمو. دابا غنديرو 2 في 4 عطاني 8. غتعطيني الفوق، غنمشيو للجهة الأخرى، إذا غنضربو في 4. إذا غتولي عندنا 2 في 4 غتعطينا 8. نجيو للخانة اللي باقي خاوية. 6. عندنا 6. شنو غنعملو؟ واش ناخدو هذي ولا ناخدو أخرى؟ ناخدو هذي. إذا شنو عندنا؟ غنديرو 6 في 4. 6 في 4 شحال؟ 24. 24. إذا غنقيدو 24. شنو العدد اللي باقي لنا عاوتاني؟ 64. 64 شنو غنعملو له؟ غنقسمو على 4. غنقسمو على 4. إذا 64 مقسومة على 4 شحال؟ 64 مقسومة على 4. هو 16. إذا غتقسم 64 على 2 غتعطيك 32، وتعاود تقسم على 2 باش تولي عندك في الآخر مقسومة على 4 غتعطيك 16، ياك؟ إذا غنقيدو 16. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ إذا هذا الجدول منو تتستنتج التناسبية، فهمت ولا؟ هو نوع من التناسبية، الأعداد اللي الفوق متناسبة مع اللي تحت، ما معنى متناسبة؟ يعني أن كاين واحد الأعداد يا إما تيتقسموا عليه مجموعين، يا إما تيتضربوا فيه مجموعين، فهمت ولا؟